بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو أعزائي الطلبة عدة أمور، ومن هذه الأمور هي الجزئية الأولى وهي تطبيقات التقانة الحيوية، وهي الفصل الثاني من الثقافة العلمية لوحدة، طبعا الصف الثاني عشر توجيهي أدبي للوحدات، وحدة الخاصة بوحدة التقانة الحيوية. بناء على طلب كثير من الطلبة أريد أن ألخص تطبيقات التقانة الحيوية. وهنا عزيزي الطالب، بعد أن تشترك بالقناة سنبدأ في التعريف الأول، وما هو تعريف الاستنساخ. طبعا الاستنساخ هو دمج نواة، هذه النواة هي نواة خلية جسدية، هي التي فيها الصفات المرغوبة في بويضة، والبويضة هي التي ستتكاثر. طبعا البويضة لابد أن تكون منزوعة النواة من أجل أن يحدث الاندماج بين النواة الجسدية والبويضة. طبعا إلى أي العلوم يستند التقانة الحيوية؟ يستند بشكل أساسي عزيز الطالب إلى الأحياء الجزيئية، لأنه بشكل أساسي هو يتعمد توظيف عدة مجالات. طبعا هذه يعني بشكل ماذا توظف؟ الهندسة الوراثية، وطبعا الهندسة الوراثية قد تكون في الطب، قد تكون في الصناعة، قد تكون في الزراعة، في عدة مجالات. ممكن أن يدخل أيضا توظف في الصيدلة، في البيئة، في الزراعة، وأخيرا وهي فصل خاص بشكل أساسي سنتعرف عليه لاحقا، هي الأغذية المعدلة وراثيا. طبعا الأغذية المعدلة وراثيا هذه سنتعرف عليها، لأن مطلوب منك أن تعرف بشكل أساسي ما هو التعديل الوراثي. طبعا للعلم فقط، التعديل الوراثي ما هو؟ التعديل الوراثي سنتعرف عليه لاحقا، لكن بما أنه ورد معنا سنعرفه، وهو يعرف أيضا بالجيني. بشكل أساسي هو نقل جين، هذا الجين في لكائن حي به صفة مرغوبة إلى كائن حي آخر. طبعا عملية التكاثر يتم التكاثر بالبكتيريا. لماذا؟ لأن البكتيريا بشكل أساسي تكون سريعة النمو، يعني في 20 ثانية تتكاثر مرة واحدة، يتم تكاثر باستخدام البكتيريا. طبعا عملية النقل، نقل الكروموسوم التي موجود عليها الصفات، إما أن تتم بعدة طرق، وهذه الطرق سنتعرف عليها لاحقا، لكن هي الحقن، لو قال لك عدد، وطبعا الحقن المجهري، أو مركبات كيميائية. طبعا هذه المركبات بشكل أساسي مثل مركبات الفوسفات، أو ممكن عن طريق فيروسات، هذه الفيروسات تكون محايدة، يعني بمعنى أنها لا تصيب الكائن الحي بأي نوع من أنواع الفيروس. طبعا نرجع للدرس. طبعا هنا ما هي الإسهامات، يعني ما لماذا أنا مثلا في الطب، يعني ما هي، ما قالت، ما سؤال، ما إيجابيات استخدام التقانة الحيوية في الطب؟ يعني أنا في الطب ماذا سأستفيد منها، ولماذا استخدمت في الطب؟ لأنها أقل تكلفة، لا تكلف بشكل أساسي، كمية أقل تلوث من الطرق التقليدية. طبعا مثلا أشهر شيء معروف به وهو الهرمون الأنسولين، يأتي إليك أين ينتج الأنسولين وما وظيفته؟ طبعا كلنا نعرف الأنسولين، مر علينا في السنوات السابقة أنه ينتج في البنكرياس، والوظيفة بشكل أساسي هي تنظيم نسبة السكر في الدم، لأنه بشكل أساسي زيادة السكر أو خلافه. طبعا هناك كان قديما من أين يتم استخلاصه؟ من البقر. طب ما عيوب
إنتاج الأنسولين من البقر؟ سؤال وجيه. هنا طبعا لأن الكميات قليلة، كميات قليلة ومعقدة طبعا الطريقة ومكلفة يعني ماديا وأيضا في الوقت. لكن هنا رجع العلماء إلى استخدام البكتيريا، يعني هناك علل تستخدم البكتيريا في التقانة الحيوية خاصة في إنتاج الأنسولين. يعني ما الفائدة إن أستخدم البكتيريا في إنتاج الأنسولين؟ لسرعة تكاثر البكتيريا، فبالتالي تنتج كميات كبيرة عزيزي الطالب. طبعا هذا لها خطوات لا تكون بشكل أساسي، لكن هنا عزيزي الطالب، وهي أيضا البكتيريا تحتوي على بلازمايد الخاص ب. طبعا هنا عزيزي الطالب نريد أن ننوه إلى ما هي الخطوات. يعني يأتي إليك سؤال والسؤال مهم جدا، وضح بالخطوات إنتاج الأنسولين في أو من خلال الهندسة الوراثية، من خلال الهندسة الوراثية. طبعا عزيزي الطالب هنا عدة أسباب أو عدة خطوات. أول خطوة سنأخذ أخذ خلايا من بنكرياس الإنسان. لماذا؟ طبعا لأن سأحضر مقطع دي ان ايه، يعني انا احضر مقطع دي ان ايه يحتوي جين الأنسولين طبعا الموجود في البنكرياس، لأنه هو أنا أريد أن أنتجه، والدي أن إيه هو الذي فيه معلومات الإنتاج، وهذه المعلومات يتم طبعا الاستفادة في إنتاج الأنسولين. طبعا في المقابل يتم استخراج بلازمايد من البكتيريا ويقطع من مكان معين لدمج الجين، ومن ثم بعد ذلك يتم يضاف للبلازمايد مقطع الدي ان ايه المحضر من البنكرياس. الان انا صار عندي خلايا بنكرياس اخذت منها جزء الدي ان ايه الذي يعمل على انتاج الانسولين، والبلازمايد من البكتيريا وقطعته في مكان معين، واضفت البلازمايد الى البلازمايد دي ان ايه الخاص بانتاج الانسولين، ومن ثم عمليه يعاد ادخال البلازمايد، لكن في هذه المره المعدل الى البكتيريا لتتكاثر. لكن عند التكاثر ايش مع مقاطع الدي ان ايه المعدلة، فبالتالي سينتج عزيزي الطالب كل ما يتعلق به. طبعا هذا الكلام كيف يتم؟ بعدة طرق كما تحدثنا سابقا، الحكم وخلافه. طبعا هناك يأتي سؤال لك اذكر خطوات، سؤال آخر من الأسئلة التي تأتي في الامتحانات عليها 5 علامات، الإخصاب الصناعي. الإخصاب الصناعي عزيزي الطالب له عدة خطوات. الخطوة الأولى بويضات ناضجة غير مخصبة، طبعا سنعرف لماذا غير مخصبة، ومن ثم سحب بويضات ناضجة، وبعد سحبها سنضع بويضة مخصبة. طبعا أنا أختصر الطريقة آسف هنا ثلاثة، هنا 4، لكن 3
تخصيب البويضة، لكن أين؟ في أنبوب اختبار. ومن ثم ستصبح عندي بويضة مخصبة. هذه البويضة المخصبة ستعمل على انقسام البويضة المخصبة بعد عملية، بعد ما يتم انقسامها، وضع البويضة الناتجة المخصبة في الرحم لاستكمال الحمل الطبيعي. طبعا هل ماذا ينتج؟ يعني انا ماذا استفيد من عزيزي الطالب هنا؟ ما الحالات المرضية التي يمكن ان تستفيد التقنية من تقنية الإخصاب الصناعي؟ طبعا عزيزي الطالب هناك بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج. طبعا بالنسبة للزوجة، طبعا اللي هي انسداد قناة فالوب، العقم، عدم انتظام، طبعا عملية التبويض، انتظام التبويض. لكن بالنسبة للزوج ممكن أن يكون ضعف الحيوانات المنوية، ممكن قلة عدد الحيوانات المنوية. وهنا عزيزي الطالب لابد أن تعرف أن البويضات لها نسبة نجاح. يعني لو أنا قمت أعد بويضة واحدة ستكون نسبة النجاح 15%، لو اثنتان ستكون نسبة النجاح 23%، ثلاث بويضات تكون نسبة النجاح 30%، وهي أفضل نتيجة. طبعا لو كان مثلا أكثر من ثلاث بويضات ستبقى 30% مهما زاد عدد البويضات. يعني أنا أقصى نسبة سأحصل عليها هي 30%، وهذه بشكل أساسي. طبعا أيضا من الإسهامات المهمة عندي في، وهي البصمة الوراثية. والبصمة الوراثية ما يسمى بالدي ان ايه، لها تكرار معين. يعني هي عزيزي الطالب تتكرر، لكن تتكرر بشكل مميز لكل فرد، لا يمكن أن تتشابه إلا في حالات التوائم المتماثلة فقط. وفي هذه الحالة طبعا العالم الذي اكتشفها وعمل عليها هو إلياك. طبعا أسماء العلماء مهمة من أجل أسئلة اختر عزيزي الطالب إلياك جي فريز. طبعا من أين؟ طبعا هذه البصمة التي أساسية، مصادر البصمة الوراثية من أين أأتي بها؟ عزيزي الطالب البصمة الوراثية قد تكون من الدم، قد تكون من الجلد، قد تكون من العظام، قد تكون من الأظافر، قد تكون من أكثر من شيء، ممكن من الشعر، ممكن من اللعاب، ممكن من المخاط، ممكن من المني، كل هذه الأشياء. طبعا ما أهميتها؟ كل هذه أسئلة يعني سيأتي إليك. ما مصادر كذا مثلا، ما مصادر، ما أهمية، سؤال آخر، ما أهمية البصمة الوراثية؟
يعني أستاذ ماذا سأستفيد؟ عملية الاستفادة من البصمة الوراثية تكون في البحث الجنائي، تكون في إثبات نسب الأبوة، تكون في التعرف على هوية جثة محروقة أو مشوهة، كل هذه الأشياء طبعا. وهذا يفيد في علم الجريمة، عشان هيك لذا يأتي لك سؤال كيف يتم استخدام التقانة الحيوية في علم الجريمة. طبعا في علم الجريمة عزيزي الطالب من خلال أخذ طبعا من خلال البصمة الوراثية، لكن بخطوات. أول خطوة سنبدأ أخذ عينة من مسرح الجريمة، وبعد ذلك الحصول على البصمة من المشتبه بهم، ومطابقة هذه البصمة، مطابقة البصمة الوراثية مع البصمة من مسرح الجريمة، فبالتالي يكون هناك هل هي تطابق أو لا تطابق. طبعا هذا الكلام بشكل أساسي له عدة إسهامات عزيزي الطالب، وهذه يأتي طبعا عزيز طبعا هذا السؤال بالنسبة لي البصمة الطالب طبعا لماذا لو أتى لك سؤال علل علل قال بما لا لكل شخص بصمة وراثية خاصة، لأن البصمة تكون على شكل، لأن الدي ان اي يتكرر في تتابعات تميز كل شخص، فهذه لا تتكرر، وبالتالي لن تكون عندي أي مشكلة عزيزي الطالب. طبعا هل التقان الحيوية، يعني هنا أيضا من التطبيقات إسهامات، يأتي ما إسهامات التقانة الحيوية في مجالات البيئة المختلفة. طبعا إما أن تكون في تقليص التلوث في التربة، ممكن مراقبة البيئة لاكتشاف الملوثات، ممكن في مكافحة التلوث بالمعادن عبر استخدام النبات، ممكن من إنتاج مواد بلاستيكية جديدة تكون قابلة للتحلل، ممكن التخلص من النفايات السامة طبعا بطريقة آمنة، السامة بطرق آمنة. وهنا يأتي لك أمر آخر، طبعا هذا كان في مجال بيئة. طيب في مجال الصناعة لو وضح دور التقانة الحيوية في مجال الصناعة. في مجال الصناعة عدة مجالات، ممكن أن تحويل النباتات لمصانع صغيرة
من أجل إنتاج المواد الخام. طبعا المواد الخام لماذا؟ في صناعات كثيرة، في صناعات البلاستيك، في صناعات الدهانات، في صناعات الألياف، في صناعات اللاصقات، المواد اللاصقة. وهنا يأتي إليك سؤال، علل أو أذكر مميزات المنتجات التقانة الحيوية. يعني التقانة الحيوية ما هي مميزاتها؟ أنها صديقة للبيئة. طبعا لماذا صديقة للبيئة؟ لأنها بتكون قابلة للتحلل البيولوجي، وتكون مصادرها متجددة، يعني غير مستهلكة. طيب هل هذا الكلام فقط موجود في التقانة؟ لا، ممكن لها عدة أدوار، ومن هذه الأدوار ما دور التقانة الحيوية في الزراعة. طبعا في الزراعة عزيزي الطالب ممكن في عدة مجالات، ممكن زيادة الإنتاج الحيواني والنباتي، ممكن طبعا كيف يتم؟ عن طريق تحسين السلالات، وشيء آخر زراعة الأنسجة. وهنا نأتي، ما المقصود بزراعة الأنسجة؟ يأتي سؤال، ما المقصود بزراعة؟ كل هذا تلخيص للوحدة عزيزي الطالب. الأنسجة أول شيء تنمية وزراعة الأنسجة أو الخلايا بمعزل يعني عن الكائن الحي، طبعا في بيئة مناسبة. طبعا هذه البيئة المناسبة مثل هي الآجار، يعني لابد أن تعرف اسمها لأنها تأتي في الامتحانات بشكل كثير. طبعا ما هي الخطوات؟ يعني سؤال آخر يأتي إليك، ما خطوات أو آلية تكثير النبات بزراعة الأنسجة؟ طبعا في البداية عزيزي الطالب أخذ جزء من الساق، الجذر، الورق، ومن ثم يتم يوضع في أنبوب به بيئة غذائية مناسبة للعملية التي تتم، وبالتالي تأخذ الخلايا في الانقسام فتصبح كتلة من الخلايا. هذه الكتلة يتم تنقل الكتلة إلى أنبوب آخر به بيئة غذائية مناسبة، ومن ثم في خمسة تنمو الكتلة مكونة نبات جديد ينقل للتربة. هكذا تكون عزيزي الطالب قد لخصت كل هذه المادة بشكل أساسي. نتمنى أن نكون كنا عند حسن ظنكم. سنقوم بشرح الأغذية المعدلة وراثيا في الفيديو اللاحق. لا تنسونا من الدعاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.